حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. اللهم فصل وسلم على هذا النبي العظيم وعلى آله الطهر الميامين وعلى من اهتدى بهديه إلى يوم الدين. فأما بعد، أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل، حيث أمرنا في محكم التنزيل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. إن أعظم وأفضل وأهم أحكام وتعاليم الإسلام ما استوى في معرفته العالم والعامي، وهذا الذي يطلق عليه بالمعلوم من الدين بالضرورة، بحيث يجتمع في معرفته الجاهل والعارف. هذه التعاليم هي أعظم شيء في الإسلام، لأنها تصل كل إنسان. كل الناس يستوون أمام لا إله إلا الله، وهي أعظم كلمة، وهذه الكلمة لا يزنها شيء، يستوي فيها العالم والجاهل. لذلك قيل الإسلام الكلمة، من قال لا إله إلا الله دخل الجنة. ثم الإيمان برسول الله صلى الله عليه وسلم يستوي في هذا الحكم العالم والجاهل، كل عقل يمكن أن يدرك هذا الحكم. بالنسبة للإنسان المطلق قد يؤمن بهذا الحكم أو قد يكفر به، لكن عقله يمكن أن يستوعب معنى أن الله واحد وأن محمدا رسول الله. كل العقول يمكن أن تستوعب هذه الأحكام، نوع من الديمقراطية في تبليغ الأحكام الإسلامية، بحيث تصل للناس جميعا على اختلاف بيئاتهم واختلاف عقولهم. اليوم الآخر يستوي فيه العارف والجاهل، الصالح والطالح، الولي والفاسق، كل المسلمين يؤمنون بهذه الأحكام. كذلك هناك أحكام شرعية، هذه أحكام عقائدية، هناك أحكام شرعية كذلك يستوي فيها العالم والعامي، كالصلوات الخمس المفروضة وصيام شهر رمضان، هذا يمكن أن يدرك بمجرد العقل. الكذب حرام، السرقة حرام، أمور يمكن أن يهتدي إليها أي عقل. استفت قبلك قلبك وإن افتاك الناس وأفتوك، في معرفة الخير والشر. هل لابد أن تستفتي عالما لمعرفة شرية أو خيرية هذا الفعل؟ بالطبع تحتاج إلى نوع من العلم، لكن قد تخطئ، والمخطئ معذور، كما أن المجتهد في التأويل والفهم معذور. لكن هناك أشياء يجتمع عليها كل الناس، كل المسلمين، لكن مع مر الزمان تكاثرت الأحكام وتفرعت الأحكام، سواء في مجال العقيدة أو مجال الأحكام الشرعية، حتى أصبحت تعاليم الإسلام لا تكاد تطاق. كان الناس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتقدون أن الله واحد لا شريك له، ثم ظهرت قضية الأسماء والصفات،
فدخلت عقيدة أنه ينبغي أن تعتقد أن الله ليس بجسم ولا عرض ولا كذا ولا كذا، وأدخلوا في العقائد ما لم يذكره القرآن، لأن القرآن ترك للناس نوع من الحرية لتصور هذا الإله. أنا عند ظني عبدي، لكن عندما التقى الإسلام بفلسفات وحضارات اضطر العلماء إلى أن يدخلوا في تفاصيل لا إله إلا الله. معنى الأصل سهل، الله جميل كامل، يكفي أن يعتقد المسلم أن الله منزه عن النقص، ليس كمثله شيء، ولا تحتاج إلى أن تدخل في التفاصيل أنه ليس بجسم ولا بعرض، وأن الله كان ولا شيء كان ولا شيء معه. هل ينبغي أن تعتقد هذا؟ قضية القدم، حوادث، هذه دخلت حديثا وأدخلت في أصول الدين، يعني في علم العقيدة. المخالفة للحوادث، يعني ما هي الحوادث وما هي المخالفة للحوادث؟ فتعقدت العقيدة مع أنها كانت في الأصل بسيطة. كان الناس يعتقدون أن القرآن كلام الله، أن القرآن كلام الله، فزيد عن هذا الحد، ينبغي عليك أن تعتقد أنه كلام الله غير مخلوق. هذا غير مخلوق لا بد أن تزيدها في العقيدة، وإلا لم تكن من أهل السنة والجماعة، كنت من أهل البدعة والضلالة. ثم عليك أن تعتقد أن أولى الناس بالخلافة بعد رسول الله أبو بكر، وإلا كنت شيعيا. يعني أدخلوا حتى السياسة، أدخلوها في العقيدة، ينبغي أن تعتقد هذا الترتيب: أبو بكر، عمر، عثمان، ثم علي، حتى تكون من أهل السنة والجماعة. سنة قراءة دينية، والجماعة بعد سياسي، لا تخرج عن الجماعة الأمة السياسية. وهكذا ما زال الإسلام يزيد في التكاليف العقدية، حتى وصلنا اليوم إلى نظرية التطور. هل الإنسان نزل من قرد أم خلق بعصا سحر يكون فيكون؟ الآن القرن العشرين أدخلنا في العقيدة، ينبغي عليك أن تعتقد أن من يؤمن بنظرة التطور مبتدع وخارج عن العقيدة الإسلامية. معنى القرآن لم يثبتها ولم ينفيها. الآن مشاكل التي من المشاكل التي تعاني منها المدارس الحكومية في فرنسا، اعتراض كثير من أبناء المسلمين لدروس علم الأحياء ونظرية التطور. يعني عقيدة أصبحت ليس فقط تربك عقيدة المسلم، بل تربك المجتمع. هذه التمظهرات العقائدية لها إسقاطات ليس فقط على عقيدة المسلم، بل هذه العقيدة تربك المسلم لأنه تجعله في حيرة وتجعله في تعارض مع بيئته، مع أن كل أحكام العقيدة جاءت كردة فعل، كلما ظهر شيء اعتبره المسلمون بدعة أنشأوا له عقيدة. ظهرت فكرة أن القرآن مخلوق، لا بد أن نقحم في العقيدة أن القرآن غير مخلوق، ردة فعل. ظهرت الإمام والشيعة، لا بد أن نظهر مذهب أهل السنة والجماعة، كأن مذهب أهل السنة والجماعة يعني معارضة. كلما ظهرت فكرة جديدة ينبغي أن نعارضها وأن ندخلها في العقائد الإسلامية بحيث تصبح جزءا من الدين. من أنكرها فقد أنكر الدين، مع أنه تأويل وإدخال في الدين ما ليس منه ضرورة، إنما هو تأويل. ولذلك قالوا العقيدة الأشعرية، العقيدة الحنبلية، العقيدة الماتريدية، العقيدة الكلابية،
هناك مذاهب في العقيدة كما أن هناك مذاهب في الشريعة، فظن المسلمون أن هذه المذاهب هي دين، من خرج عن المذهب خرج عن الدين، من خرج عن هذه العقيدة خرج عن الإسلام وخالف القرآن. إنما قد يخالف الإنسان تأويلا للقرآن، لا يخالف القرآن ولكن قد يخالف هذه العقيدة التي استنبطت من القرآن، كما استنبطت أحكام فقهية، اختلفوا في الحلال والحرام، واختلفوا أيضا في الأسماء والصفات وكيف خلق الله آدم، هل خلقه من بعد خلق كما قال خلقا من بعد خلق، خلقه من تراب ثم من طين ثم من حمأ مسنون، يعني رائحته كريهة، يعني ظهرت أبعاد عضوية في هذا الخلق، ولقد خلقكم أطوارا، إن مثل عيسى عند الله كآدم خلقه من تراب، وهل آدم خلق من تراب مباشرة ثم قال له كن فيكون، مع العلم أن المسيح يعني مكث في بطن أمه 9 شهور، كن فيكون ليست عملية سحرية، إنما هو ناموس كوني خلقه الله، خلق السماوات والأرض في 6 أيام، يعني التطور والانتقال من خلق من خلق هي السنة أصلا، أودعها الله كناموس في الطبيعة. يمكن أن يكون آدم خلق من الطين مباشرة، هذا لا يستبعد عن الله، كذلك لا يستبعد أن آدم انحدر من خلق آخر لا يهم، المهم في آدم تلك الروح التي نزلت من السماء، أما الجسد جسدنا كجسد الخنزير أصلا، عندنا جسد النواميس التي تحكم جسد الخنزير والقرد نفس الناموس الذي يحكم جسد الإنسان، إلا أن الإنسان متميز بروحه، ولذلك الأبوان لا يورثان الروح إنما يورثان الجسد الكروموزومات، أما الروح ينزل من السماء، فهذا ليس فيه تطور، الروح لا تتطور إنما تنزل بشيء بطريقة انفصالية، ليس فيها اتصال من الآباء إلى الأبناء أو من جنس إلى جنس. مع العلم أن نظرة التطور كانت موجودة عند المسلمين قديما ولم يعارضها أي أحد من العلماء، ابن مسكوي يقول بأن الإنسان نزل من القرد، ابن خلدون يقول أن الإنسان تطور وانحدر من عالم القردة، الشيء الذي لم يأتي به داروين نفسه لم يقل بأن الإنسان نزل من القرد، إنما تطور من كائنات أخرى. وفي القرن 19 كان معروفا في الأوساط الأكاديمية العلمية في الغرب، كان معروفا لديهم نظرية التطور المحمدية، لأنها كانت عند العلماء أصلا. القرن 19 عندما ظهرت نظرية التطور لم ينبري علماء في ذلك الوقت ليفندوها، ما عندهم إشكال، إنسان يأتي من الحيوان، الله يقول ما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناح إلا أمم أمثالكم، ما عندناش مشكلة مع القرد ولا مع الحلوف ولا مع كائنات خلقها الله. هذا لا يعني أن القرآن يثبت نظرية التطور، لكن لا ينفي. لماذا ندخل عدم الإيمان بنظرة التطور ندخلها في أصول الدين وهي من الأمور الاجتهادية، لم يذكرها القرآن لا بنفي ولا بإثبات، لأنه مجال العلم، إنها من مجال العلم، إنما العلم يفند بالعلم. عندك نظرية التطور الداروينية ثم الاصطناع الحديث للتطور، هناك نظريات للتطور، ما عندكش نظرية واحدة، ثم زيد على ذلك
التطور ليست حقيقة علمية، إنما هي نظرية علمية، نظرية. لم يقل أحد بأنها هي حقيقة علمية ككروية الأرض، هذا لا خلاف فيه عند العلماء أن الأرض كروية الشكل، لكن تطور، نظرة التطور هي نظرية، بل بعضهم اعتبرها أصلا فكرة لا ترتقي إلى مقام النظرية. بالنسبة لبعض الأبستيمولوجيين لا يعتبر التطور كنظرية، بل هي أقل من النظرية، ووصفها بأنها إطار ميتافيزيقي للبحث العلمي، لأن لا يمكن تطبيق التجربة عليها، ما أشهدتم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم، يعني هذا التطور عملية مرات لا يمكن إعادتها، ومن الصعب أن تثبت علميا هذا الطفرة وهذا الانتقال من جنس إلى جنس، من حيوان إلى آخر، تبقى نظرية، بل هي أقل من نظرية، لأن لا يمكن تفنيدها، لا فالسيفيكاسيون ولا ريفوتاسيون دو لا تيوري. صاحب هذه الفكرة هو كارل بوبر، وكبار علماء الأبيستيمولوجيا لا يعتبر التطور كنظرية، إنما هي أقل من النظرية. أين الإشكال؟ تدرس النظرية تقبلها أو لا تقبلها، لكن هي مطروحة كنظرة أينشتاين، كنظرة الفيزياء الكم، هي نظريات علمية. لماذا ندخل هذه الأمور في العقيدة؟ لماذا ندخل النظريات العلمية نوقع عليها الأحكام العقائد الإسلامية؟ لا، نربك الناس. لا بد أن تعتقد أن قانون السببية، الأشاعرة لا يؤمنون بالسببية أصلا، ويعتبرون أن قانون السببية مخالف للعقيدة الإسلامية أصلا. الحنابلة يدافعون عن السببية، قانون السببية الفيزيائي تقول أن الأشياء لا سبب لها إلا فعل الله، وأن النار لا تحرق، وإنما الحرق حرق الشيء، حرق القطن عند النار لا بها، عندها لا بها، لا كوانسيدونس، المقارنة هو الاقتران، ليس قانون سببية. هذه نظرية عقائدية. الآن وصلت الفيزياء الكم، هذا الميكانيك كوانتيك، يعني يختلف العلماء هل هناك قانون سببية أم لا، يختلف العلماء. هذا العلماء الفيزيائيون منهم من يدافع عن القانون السببية علميا ويأتي بالبراهين، ومنهم من يفند قانون السببية يقول ليس هناك سبب علاقة بين السبب والمسبب. هذه مسائل، لماذا ندخل في العقيدة تعتقد أن للأشياء أسباب أو ليس أسباب؟ نعلم أن مسبب الأسباب والله يكفي، لكن لا يمنع ذلك أن تبحث في الأسباب الفيزيائية والاجتماعية لتفهم هذه الأمور. حتى الأشاعرة الذين منعوا السببية طبقوها في الشريعة، قال الحكم لا بد له من سبب، لكن ميز بين السبب العلوي والسبب السفلي. هذه مسائل يا جماعة عقائدية، لماذا ليست مسائل عقائدية، لماذا ندخلها في العقيدة؟ لماذا ندخل نظرية التطور؟ لا بد أن تؤمن أن الإنسان لم ينزل من القرد. واحد يقول لك أنا كان آمن بأن الإنسان نزل من القرد، هل كفر؟ هل خرج من الإسلام؟ ربما يصلي أكثر منك، ربما يصوم أكثر منك، ربما يتصدق أكثر منك، يعني هذه المسألة لأنه خالفك في عقيدة، وهي عقيدتك، لا تقول عقيدة الإسلام، قل هذا الذي أعتقده أنا. ولذلك الأشعري يقول هذا اعتقادي أنا، وأحمد بن حنبل قال هذا عقيدتي، ثم تبعه الناس، فمنهم من تبع أحمد، ومنهم من تبع أبو الحسن الأشعري، ومنهم من تبع الماتريدي، وهكذا. لكن لم يلزم أحدا بعقيدة بحجة أنها عقيدة الإسلام، فلننتبه، لا ينبغي أن ندخل في العقائد ما ليس من العقيد، أو ندخل في الدين ما ليس من الدين. نسأل الله عز وجل أن نجعلنا من الذين يسمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.